اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، يوم جديد من برنامجنا مطبخ الشروق. اهلا بك شيف ايه، اهلا بك الزميله سمر. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات مطبخ الشروق. ان شاء الله تكونوا وصلتوا الخطوات على خير زي ما عودناكم. دائما معانا الشيف ايه. اهلا بك شيف. اهلا بكم. النهارده هنعمل عكاوي، طاجن عكاوي، بس طاجن عكاوي بقى بالبصل المكرمل والعسل الاسود، حاجه كده هندلع نفسنا شويه. بالظبط. وهنعمل رز بالعدس اللي بجبه. نبدا ونشوف هنعمل ايه في الاول. المقادير معانا للعكاوي ده: نص واحده عكاوي، بصلتين هنقطعهم جوليان رفيع، فصين ثوم مفروم، وحدتين حبهان، وحدتين قرنفل، كزبره ناشفه، عصره ليمون وعسل ابيض، وطبعا الملح والفلفل والزيت والزبده. اول حاجه احنا حطينا الطاسه تسخن عشان ندي صدمه للحمه. يعني ايه ندي صدمه للحمه؟ يعني هنحط زيت يسخن قوي ونحط اللحمه نقفل كل المسام بتاعتها. دي فايده ان احنا ندي صدمه للحوم، بنقفل المسام بتاعتها، بتحافظ على العصاره اللي جواها، اللحمه بتفضل جوسي من جوه وطريه وتبقى تندر وناعمه قوي. بدي الصدمه في زيت مش في زبده عشان الزبده بتتحرق، فبحط زيت وبدي الصدمه، وبعد كده احط الزبده واحط البصل وابدا زي ما هنعمل كده دلوقتي. انا حطيت الزيت، لازم يسخن قوي. هحط العكاوي، لازم اسمع التش دي واسمعها قويه كده. لا، لان احنا هنكمل شويه، انا بس بقفل المسام بتاعتها عشان تفضل جوسي من جوه، بديها للصدمة من كل الاتجاهات. مهم جدا الموضوع ده علشان اوقات كتير لما بنيجي ناكل اللحمة بنبقى مش عارفين هي ليه ناشفة، هي ليه بنفضل نقول اللحمة دي نوعها مش حلو. بس احنا اي نوع لحمة حتى لو مش حلو نقدر نستخدمه بطريقة صح فيدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. هقطع البصل على ما اللحمة ما تاخد الصدمة. هقطع البصل جوليان رفيع، برضو البصل احنا عايزينه رفيع قوي علشان يستوي بسرعة. ده لون اللحمة. طبعا الناحية الثانية. نكمل البصل. وبعد كده هشيل اللحمة. ممكن حتت طبعا تحمر قبل حتت. على حسب سمك وحجم اللحمه. بالظبط. المهم لحد ما كلها كده بالجوانب تكون تاخد اللون البراون. بس هنكرمل اللحم. هنحط البصل. هنكرمل البصل. هنحط البصل يتكرمل في نفس زيت اللحمه. ايه؟ نفس الزيت بتاع بنفس الزيت بتاع اللحمه عشان ياخد النكهه اللي طلعت من اللحمه. الزيت على نار واطيه. انا حطيت البصل، البصل قلل درجة الحرارة بتاعت الزيت، فهنا ممكن احط الزبدة مش هتتحرق مني. الزبدة بتدي نكهة. بتدي نكهة طبعا.
الزبدة انا بحطها في الاكل عشان تديلي نكهة مختلفة. نكهة اول ما حطيت البصل طبعا هلاقي حاجات بتتحرق هشيلها عشان النار كانت عالية قوي. البصل تقريبا هياخد حوالي 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما يتكرمل الكرملة اللي انا عايزاها. انا مش عايزاه يتحمر كأني بحمر بصلة، انا عايزاه يدوب ويدبل وياخد اللون البراون او اللون البني من تقليبه في النار. هنسيبه 10 دقايق كده. كده البصل بدأ يحمر معايا، هحط التوابل علشان طبعا التوابل هتطلع نكهتها. 3 حبهان، 4 وحدات قرنفل، ليمونة ناشفة، 1/2 معلقة كزبرة، وقلبهم. وهحط 1/2 ليمونة، عصير ليمون، وبعد كده هحط 2 معلقة عسل اسود، ممكن سكر، نحط 2 معلقة سكر او 1 معلقة سكر كبيرة هتديني برضو نفس النتيجة اللي انا عايزاها، بس العسل التست بتاعه اقوى، بيدي نكهة غير السكر، بيدي نكهة مختلفة تماما. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي وتقولوا لنا رأيكم. رجع تاني فيها العكاوي. ايوه مهم جدا تقولونا رأيكم، تشاركونا تجاربكم في طبخاتكم. بالظبط كده، دي طبخات اعتبارها غير، فالناس تجرب وتحاول احتمال تحبها وتدينا الرأي، ولو في اي استفسار شوف اي موجودة. هنسيبها على النار تغلي تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة. ديها شوية مية او شوية شوربة، دي شوربة لحمة. بعد كده هحطها في الطاجن، وهنحطها في الفرن، هنغطي عليها بفويل او لو الطاجن ليه غطا زي اللي عندنا كده. هل بيختلف الطبخ في الطاجن من الطبخ في الحلة العادية؟ اه طبعا الطاجن ليه طعم احسن بكتير. ويا سلام لو الطاجن، انا هحط بس الاول شوية كده علشان اسيبها تغلي واخد كل النكهة اللي نزلت مكان اللحمة ومكان البصل. الطاجن طعمه مختلف وهو اصح حاجة يعني الطاجن. هحطها واغطي عليها، هدخلها الفرن، هتاخد تقريبا في الفرن من 2.5 لـ3 ساعات على درجة حرارة. اول نص ساعة هنحطها على درجة حرارة 200، وبعد كده هنخليها على درجة حرارة 160 لمدة 2.5 أو 3 ساعات، وهنشوف هتطلع عاملة ازاي. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير وراجع لكم، خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وحنكمل مع الشيف ايه رحب بكي. اهلا وسهلا بكي. كنا دخلنا الطاجن الفرن، هسه هنعمل شنو؟ هنعمل الرز بقى بالعدس اللي جنب الطاجن.
الله ونقطع البصلة. هنعمل بصل مفروم، بصل مع الرز. بصل مع الرز حبة بس صغيرين تدي نكهة كده. طبعا ايه الطاجن هيقعد في الفرن 3 ساعات كده ولا ساعتين ونص عشان نسيبه على نار هاديه. طبعا احنا مش هنستناه، احنا محضرين لكم واحد جاهز متقلقوش. اول حاجه طبعا زي ما احنا بقى ما خلاص اتفقنا ان انا قبل ما بشوح لحاجه بزبده لازم احط حتى لو معلقه زيت صغيره قوي علشان الزيت بيحافظ على درجة الحرارة والزبدة بتتحرق بسرعة. هنحط البصل وهحط معلقة زبدة، معلقة صغيرة، وبعد كده هحط الرز. الرز دي كوباية ونص رز ونص كوباية عدس جبة او العدس البني منقوعة مغسول ومنقوعة تقريبا من ساعة. هل بتقدر تعملنا رز مصري ولا رز بسمتي؟ لا ولا عادي؟ لا هي اصلا اصلا الاكلة دي اساسها رز بسمتي، بس احنا ايه يعني بنحاول نجدد كده ونغير عشان الرز البسمتي برضو ما بيبقاش متوفر عند اي حد، فهنستخدم الرز المصري. طيب يا شيف ايوه، بالنسبة للعدس، العدس ممكن نستخدم معاه انت عارف ان العدس الاصفر اللي هو لونه برتقاني ده. أيوة. احنا عندنا في مصر في اكله كشري اسكندراني بالرز والعدس. يعني في ممكن يتعمل بيها، بيطلع ده كشري اسكندراني غير الكشري التاني اللي معروف اللي هو مكرونه ورز وعدس الواحد. عندنا في محافظات معينه بياكلوا الرز اللي هو الكشري الاسكندراني ده، بياكلوه ببيض ودقه وبصل متحمر. يعني كل منطقه على حسب، كل محافظه على حسب تختلف. بالظبط، بس بيبقى طعمه حلو جدا. ان شاء الله نبقى نعمله في حلقه ان شاء الله. بشوح الرز وبحط معاه الملح. الملح بيرفع من درجه حراره الحاجه اللي انا بشوحها سواء ميه او رز، بيرفع من درجه الحراره وبيعمل كفر على الرزايه بيخليها تسخن معايا بسرعه. والافضل ان انا احط الملح او على الاقل نص كميه الملح مع الرز، وبعد كده لما احط الشوربه او الميه اللي هسقي بيها الرز ارجع ادوق تاني واشوف اذا كنت محتاج تاني ولا لا. واحط 2 قرنفل و3 حبهان وليمونه ناشفه. الليمون الناشف بيدي تيست في الاكل رهيب يا جماعه، بجد بيبقى خطير. صح. لازم نوقع رز كده على البوتاجاز واحنا بنعمل. كده الرز ساخن معايا، هحط دي شوربه فراخ. هحط كوبايتين، بعد كده هكمل معلقه كمان ملح. هسيبه، انا مش بغطي على الرز غير لما بيتشرب خالص، بعد كده بغطي عليه واوطي عليه خالص واسيبه. فهسيبه يغلي شويه لحد ما يتشرب. طيب لو في حاله كان شرب مويته كله وما استوى لسه؟ لا، ما هو انا بحط بسيبه كده عشان اكون شايفاه، واول ما بيغلي ويبدا يتشرب سنه بسيطه ويبقى فيه شويه ميه بسيط بوطي خالص، بوطي النار خالص واغطي واسيبه ثلث ساعه. هو الرز بالظبط بياخد ثلث ساعه، بس بعد الثلث ساعه ما افتحش الحله على طول، اسيبها مقفوله كمان 10 دقائق ياخد من السخونيه بتاعته، وبعد كده ابدا اكشف عليها. الرز برده بيختلف نفس فكره الدقيق كده معايا، ان انا لما باجي استخدم رز، الرز نوعه بيختلف عن كميه الميه اللي بتستخدم. فاحسن حاجه ان انا لما اجي اعمل رز لازم امسك الكيس اللي انا جايباه واقلبه، اشوف الرز ده مغسول مكتوب عليه ان هو مغسول
ولا مكتوب عليه ان هو مش مغسول؟ مكتوب عليه ان هو يتغسل او يتنقع قبلها ولا لا؟ في انواع رز بتبقى معالجه بالماء، فانواع الرز ديت ما ينفعش ان انا اغسلها. يعني طالما الكيس مكتوب عليه من ورا لا يغسل فهو لا يغسل، مكتوب عليه من ورا ان هو يغسل فيبقى لازم يغسل. والتزم بكميه الميه اللي الشركه مديها لي، لان نوع حبه القمح ونوع القمح اللي مستخدم في الرز ده بيختلف من نوع للتاني، فبيفرق معايا في كميه الميه اللي احنا بنستخدمها. عشان كده اوقات نلاقي الرز باظ في البيت واحنا مش عارفين هو باظ ليه، او تلاقيه عجن، تلاقيه ما استواش واحنا مش عارفين السبب ايه. فبيبقى السبب ان احنا متعودين على كميه ميه معينه مع كميه رز معينه، وانا مغيره نوع الرز. انا كده هسيب الرز هياخد له تقريبا من 5 ل10 دقايق، وبعد كده اوطي عليه ونسيبه التلت ساعه زي ما اتفقنا. نطلع فاصل مشاهدينا، فاصل وراجعين. ورجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما عودناكم كل مره بيكون معانا ضيف جديد، وضيفنا الليله الشيف جورج علاء. اهلا بيك. اهلا، ازيك عامل ايه؟ ومعانا الشيف آية هتقدم. شيف آية عامل ايه؟ طيب. ازيك شيف جورج؟ منور مطبخ الشروق ومنور قناه الشروق. شرفت ان انا اكون معاكم النهارده في قناه الشروق. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، وان شاء الله يكون شهر خير على الامه الاسلاميه كلها. قبل ما نبدا مع شيف جورج، احنا كده الرز اتشرب، هنغطي ونوطي عليه. شفت بقول شعر؟ هنغطي ونوطي وهننقله بقى على عين صغيره كده ونشوف الشيف آية. ايوه، نشوف بقى شيف جورج هيعمل لنا ايه النهارده. احنا النهارده هنعمل حاجتين. هنعمل الشلاوله، طبعا كل الناس هتضحك على الشلاوله واسم يعني غريب شويه. هو عباره عن ايه الشلاوله؟ وده ملوخيه ناشفه هو اساسها، ومرقه او ميه ساقعه. هي الفكره كلها للنهارده الحاجه اللي معانا مقادير على قد الايد، حاجات في كل بيت وبسيطه وتتعمل بسرعه. الشلاوله دي اكله من 5000 سنه، وبالذات في جنوب مصر والسودان، لانها متوفره في كل حاجه. لان زمان ما كانوش بيخزنوا الحاجه كتير، يعني كانوا دايما الحاجات بتبقى مجففه وموجوده في كل بيت. ده نفس الحاجه دي، هي ده الشلاوله، الملوخيه متنشفه وجاهزه على الشغل على طول. شيف جورج برضو غير ان هو شيف شاطر، يعني شيف جورج شيف سياحي فهو هيقدر بقى الاكله اللي هيعملها لنا هيقول لنا تاريخها بالظبط كمان. فخلينا نبتدي مع بعض نعمل الشلاوله. هجيب لك ايه؟ ممكن بوله. اتفضل. تمام. الشلاوله، وخلينا نبتدي، هو بطريقه سهله قوي. بيكون في اساس ليه، هو اساسه الثوم. تمام. قد ايه ثوم تقريبا؟ بيكون حوالي معلقتين ثوم. معلقتين ثوم مفروض. هو يحب الثوم. يعني تقريبا 6 أو 7 فصوص ثوم مفروض. بالظبط كده. خلينا برضو بعد الثوم، برضو هو بيحب الليمون جدا، فاحنا هنقطع ليمونتين. على فكره الشلاوله ودوت طلع وقت الكورونا، اللي هو بيعالج الكورونا بسبب اللي هو بيدي بيبقى ضد الفيروس بتاع الكورونا، بسبب اللي هو فيه توم، بسبب اللي هو فيه ليمون، بسبب اللي هو فيه حاجه، الحاجات من الارض كلها. وده اللي احنا كنا زمان بنستخدمه. ايه اللي احنا كنا بنعتمد على الارض والميه في الاكل، كان شويه اللحوم والفراخ والحاجات دي مش موجوده. فده اللي خلانا نتجه للاكلات القديمه دي كلها، فعشان كده ده مفيد جدا، بيقوي المناعه بشكل ممتاز. الليمون من الحاجات المضادة للأكسدة، هو والثوم طبعا، فلما بيكونوا مع بعض في وصفة دي مناعة اوتوماتيك. بالظبط كده. فخلاص احنا عملنا الليمون بتاعنا. ممكن مضرب شيف آية؟ طبعا ممكن، انت جاي تشغلني النهارده. معلش الشيف آية يعني شلاوله بقى وايه
مطبخ مصري وكده ومطبخ مصري وحضاره مصريه و خلاص يا شيف. تمام، هننزل بالبيون دوت، ممكن يبقى بيون خضار، ممكن يبقى ميه ساقعه، بس اهم حاجه يبقى ساقع عشان ما يكركعش في الايه الشلاوه. ده حوالي كوبايتين شوربه. تمام، هننزل، خلينا ننزل بشويه توابل، هننزل بشويه كمون، نص معلقه كده او معلقه، معلقه هو بيحب صغيره، كمون، كزبره برضو، الملح بتاعنا، وهنحط كمان شويه فلفل اسمر. ممكن الشيف ايه تساعدينا بقى ننزل الشلاوله ده، ننزل بيه شويه بشويه، الملوخيه الخضراء دي، بنفضل ننزل نقلب كده لحد بس ما يتقل، وهو هيعمل نفس القوام بتاع الملوخيه. بعد كده بتحط على النار؟ لا احنا مش بنحط، الاكله دي بارد في بارد، سهله سهله جدا، بتتعمل بسرعه، مش مكلفه خالص، طعمها حلو. بس الشيف ايه انت عاوزه تخلصي لنا الملوخيه ولا ايه؟ لا يا مش عارفه، انت ما قلتليش عايزها كلها ولا عايزها نصها؟ طيب كفايه كده، القوام بتاعها كويس قوي، مش كده يا عشان مستقبلك عندي في البرنامج تعمل فيا كده يا شيف ايه. احنا بنشكرك يعني اللي احنا بنطبخ معاكي. احنا هنقطع طماطم صغيره فاين برينواز، يعني مكعبات صغيرة خالص، مش بس احنا معلش معقدين معلش يعني ودي بس الناس قوامها بيكون عامل ازاي. الأكلة دي مشهورة لحد دلوقتي في الصعيد؟ الأكلة دي مشهورة في الصعيد، مشهورة في جنوب السودان، البيوت كلها بتعملها، كمان هي تنفع وقت الفطار وقت الغداء، لما تبقى جعان ومش عاوز تاكل اي حاجه، جنب شويه رقاق، جنب شويه عيش ناشف، الاكله دي بتبقى مفيده جدا. دي اول حادثه حصلت معانا مش مسؤولين عنها، يعني دايما بتتاكل مع حاجه بيكون معاها حاجه. بنقدم يعني احنا النهارده هنقدمها مع رقاق ناشف. تمام، ممكن تبقى تتحط كفاتح شهيه، كجنب السلطه، بتتعمل جنب مثلا بيبقى فيه فراخ وحاجات كده، وست البيت مش عاوزة قادرة تعمل ملوخية والطشة والشهقة وكده، فبنعمل الشلاولة، فبتبقى أكلة سريعة وفي نفس الوقت طعمها حلو. أنت عارف إن أنا عمري ما أكلتها؟ لا هندقها بقى مع بعض النهاردة. هدقها. أنت كده خلصتها ولا لسه؟ كده خلصتها، يبقى إحنا بس إيه هنوقف على التقديم. دي كده. أنا فعلاً أول مرة جربت. مش ناس كتير قوي تعرف الشلاولة، فإحنا بنحاول نعرفها للسادة المشاهدين. حلوه مززه والتوم فيها مظبوط. حلوه بجد، حلوه بجد يعني. طب خلاص الناس اللي ورا الكاميرا كده جايه حلوه بجد، حلوه بجد. لا بجد ما كنتش متخيله، لان انا مش من هواة الملوخيه الناشفه، بس حلوه عجبتني. تمام، خلينا عبال ما نجهز حاجه اللي هنقدم فيها نعمل تاني حاجه معانا النهارده. تعمل لنا ايه؟ هنعمل الدقه المصريه. حاجة بسيطة، الدقة المصرية أساسها بيبقى السمسم السوداني، وخلينا برضو نتفق لأساس الحلقة النهاردة كل حاجات من الأرض، مش مستخدمين لحوم، مش مستخدمين فراخ، حاجات تمنها قليل جدا. فاحنا عندنا سمسم، عندنا سوداني، عندنا كزبرة حب، وهنستخدم كمون مطحون أو كمون حب لو موجود. تمام، فاحنا أول حاجة احنا بنسخن السمسم وكده. ليه بنسخن التوابل والسمسم والحاجات دي كلها؟ عشان نطلع الرطوبه منها، وعشان تطلع الزيوت اللي في الحاجه جوه، فتدينا احسن تيست، احسن ريحه. وكل ما كده تفتح الجار، تفتح الحاجه اللي انت معبي فيها الدقه عشان تاخد تشم الريحه، فهتتشجع ان انت تاكل. دي خطوه مهمه قوي، يعني يا ريت ما ايه ما نستهنش بيها يعني. اصلا يفضل يا جماعه ان احنا لما نيجي نجيب توابل في بيوتنا، ان احنا نجيب التوابل الصحيحه ونحمصها في البيت على قد استخدامنا، نحمص شويه بشويه ونطحنهم، هتحسوا بفرق رهيب في الاكل وفي التيست. كلام شيف ايه صح طبعا. ليه كمان هنجيب حاجات خاصه في بيوتنا؟ لان بره شويه بيبقى فيه غش، فانت مش بتدوق الحاجه الصح، حتى في الفلفل الاسود، في الكزبره،
بيتم بتضيف عليها حاجات انت مش هتعرف هي دي كزبره اصليه ولا فلفل اسود اصلي. فهات الحاجه حصى هتديك كميه اكتر، سعرها هيبقى كويس، طعمها هيبقى احلى. فخلينا ننزل اول حاجه بالسمسم. قد ايه سمسم؟ حوالي كوبايه سمسم. شوفي انا النهارده ماسكه النار و ماسكه النار انا بساعدك. وبتسخن لنا الحاجه. طيب هنعرف امتى اللي الحاجه اتحمصت؟ اول حاجه اللي ريحتها هتطلع تمام، تاني حاجه هنلاقي اللون بتاعها بقى جولد قوي، بس ما نخليهاش براون جولد عشان شكل الحاجه ما يبقاش ايه مطحنه. شفايه بتجهزها مطحنه، احنا يعني من غيرك شفايه ما كناش النهارده هنعرف نعمل حاجه. ماشي ماشي. دي بقى كمان تبقى موجوده في اي سفره وقت الفطار وقت الغداء، دايما تبقى ايه موجوده في كل بيت كده. زمان خالص كان عندنا في مصر كان في حد بيمشي في الشارع بدقه وسميد وبيض، يعني والناس اللي كلنا اللي قاعدين كنا سميد وبيض ودقه. زمان قوي يعني ما كبرناش. طب يعني اللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا. دي كانت اكله في الشارع زي كل حته. صح حقيقي. خلينا ننزل برضو ترجع ذكريات جميله. هي الحاجات دي تفاصيل صغيره، دي بقى تحب جبنه قديمه، حاجات الايه البسيطه قوي كده. دي كزبره حصى تمام، هي بتحب الكزبره جدا. دي نص كوبايه. حوالي نص كوبايه، حوالي ربع كوبايه سوداني. هجيب لك حاجات شفايات تقلبي بيها. الله يخليك. الله يكرمك. جبنا احنا الاثنين اهو. الله يكرمك. مش عارفه من غيري كنت عملت ايه. حلو. طيب الملح خليه اخر حاجه عشان انا مش عاوز ال الملح عشان الشيف ايه بتصحصحنا، بس الملح ده الملح، فهنخليه اخر حاجه عشان احنا مش عاوزين لما الملح بينزل على النار فبيملح الحاجه زياده، واحنا عاوزين نحتفظ بايه بالطعم المتوسط. الريحه بدات تطلع، بدا يطلع ايه بقى الشفايه. احنا لما نحط الكمون، بص بقى الكمون ده هيغير طعم حاجات كتير. وانا بحط التوابل على النار احمصها، لازم لو بحمص توابل مختلفه لازم اخلي بالي كويس قوي ان في توابل بتاخد دقيقه، في توابل بتاخد نص دقيقه. خطيره طبعا. طب جبت لنا سميد بره، هنوقف قفص سميد كده. لا انت جاي تهزر. خلاص كده هي الريحه بتاعتها تطلع. فاحنا ممكن نبتدي ايه نضربها في الكبه. احنا بنطلع منها بس الدخان شويه عشان ما تبقاش بالظبط، وبنطلع رطوبه كمان. تاني مش تيجي كلها في ممكن نضربها على كذا مره. نضرب كميه بس على قدنا والباقي على قد اللي هناكله. بس هحاول اخد من كل حاجه كده. شوف يا عمرها تحاول ما توقعش. بحاول بس لازم تزرب طول ما انت في المطبخ، لازم تزرب بس كده عشان يطحن. نقفل الغطاء ده كويس، نتاكد لو قفل. ايه احنا دلوقتي هنطحن بس هنقعها شويه كده عشان ايه كلها تتطحن مع بعض. ريحتها اصلا طلعت من قبل ما نحط. بس حلو قوي كده. احنا ممكن ساعات مش بنحتاج نطحنها، لو في ناس بتحب تدوقها يبقى السمسم ظاهر فيها شويه، اللي بيحبوا السمسم. ولا شوف ايه حطها لنا كده في الطبق سخنه. ريحتها حلوه قوي. انا اصلا من عشاق الدقه. الدقه ريحتها وصلت لك ولا لا؟ ايوه ريحتها حلوه قوي. اول مره تعرفيها؟ ايوه اول مره. لازم تجربيها. هي كمان دلوقتي عشان مطحونه سخنه. فهي لما تبرد بنطلعها بعد ما بنضربها بنفرشها على حاجه تنشف شويه وعشان الحراره تطلع منها، بعد كده نحطها ممكن تقعد معانا لحد 6 شهور وبره الثلاجه. هي الدقه بتتاكل مع شنو بالظبط؟ الدقه بتتاكل مع الشلاوله واللي احنا هنقدمه دلوقتي.
بتتقدم مع العيش مع الرقاق مع الجبنه عيش بقى سلام بقى عيش بلدي ونحمصه يبقى متحرق كده مع الدقه او في عيش فيه يعني اي حاجه الدقه تتاكل معاها. تعالى دلوقتي يا شيف ايه ممكن نغرف الشلاوله؟ ممكن بجد انا ما كنتش اتخيل ان الشلاوله حلوه كده بجد يعني شكرا. الله يوفقك. الله يخليك. تسلم ايدك. كده لولا ممكن بقى نجيب ايه؟ كذا حتة دقاق كده. لا احنا ممكن نعمل حاجة تانية. ايه هتاكلي ولا ايه؟ طبعا. على طول كده؟ هدوقه بالرقاق يعني مش لازم أكلة بقى لها 5000 سنة احنا بنرجعها تاني حاجة بسيطة والملوخية تبقى سهلة اللي هي تبقى موجودة في كل بيت. خلاص شفايه انت خلصتيه. طيب ممكن تشيل دوت بقى عشان انا اغرف الرز والمكاوي. شوف جورج جاي النهارده عشان يبور الاكل بتاعي. كده الرز خلص معانا. رز بالعدس ده رز يعني بالعدس من اكلاتي المفضله. خلاص انت تاكل الرز بالعدس وانا اكل الشلاوه. ماشي. اتفقنا؟ اساعدك في ايه؟ اجيب لك العكاوي ولا؟ يا ريت. شوف الفرن. انت متابع بقى. ايوه بقى. انت متابع بقى وعايز تاكل العكاوي. كده الرز بتاعنا ممكن نشيل ده. حالا يا شفقية هجيب لك الايه؟ العكاوي من الفرن. الريحه الحلوه دي. ريحة العكاوي يعني تستاذني افتح انا ولا افتح افتح عندك؟ طبعا. لا انت صاحب سخن يعني. انت جايبها من الفرن. ما هي من الريحه نسيتني اللي بالظبط. مش عارفه الكاميرا جايباها ولا لا. مش عارف هي الريحه واصله ولا بصوا اللحمه بصوا دايبه ازاي والسرعات مبين ازاي يعني يا ريت تفضلوا معايا ده شويه البصل بقى والدهن اللي في الاخر دول هم بصوا يعني يا ريت الكاميرا تكون جايبه اللحمه قد ايه هي دايبه مش مستحمله اصلا ان انا امسكها يعني. طب شفايه احنا ممكن نفضيها في طبق عشان نوري الناس؟ ممكن بس مفيش طبق. انا ممكن انا اكل دي لحد ما جورج ما يجيب طبق. شوف احنا ضيوف عندك احنا ممكن احنا عاوزين ندوق برضه يعني خطيره. اجيب لك معلقه ريحه بتاعت الاكل. دوق كده حلوه قوي. انا اصلا من عشاق الاكل. اللحمه كمان بتدوق قوي. دي على الفطار في رمضان هيبقى لها ايه طعم كمان. حلو قوي. يلا هتغرف؟ ثانية واحدة بقى عشان ايه ما نتنساش تاني. ماشي. بس الكاميرا بقى عاوزينها ايه تركز معانا وهي احنا ايه بننزلها العكاوي كده. ده يا جماعة اسمها ايه؟ شكرا. استنى احنا لازم نجيب المشاهدين بقى هما اللي يقولوا دي اسمها ايه؟ امسك حلو. ايوه معلش بس الحبه اللي في الاخر دول هما اللي فيهم الخلاصه اصلا. ايوه بالظبط فيها الطعم كله. انزل بقى طبعا انت عارف قد ايه انا بضعف قدام ال الاكل الحلو والاكل المستوي كويس. العكاوي من الحاجات الحلوه قوي بس التركات بقى بتاعت الشيف ايه لو مشينا وراها هنوصل للعكاوي اللي طلعت دي دلوقتي. اتمنى ان انتوا تجربوها وخلصت حلقتنا كده النهارده وبجد بجد بجد لازم تجربوا العكاوي دي لازم. والشلاوله 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 صح.
النهارده عملنا لكم الشلوله ومع الرقاق الناشف، وعملنا الدقه، وعملنا العكاوي بالعسل الاسود والبصل متكرمل، وعملنا الرز بالعدس، وكان معانا شيف جورج نورتنا وانبسطنا بوجودك معانا. شكرا ليك يا شيف جورج. شكرا. ولكده نختم حلقه الليله، وان شاء الله نشوفكم في الحلقات الجايه. شكرا لكم.